السلام عليكم شباب، حلقة جديدة من تختيم ريد ديد الزومبي، واليوم رايحين لحرف الام. حرف الام في مدينة اسمها لاس هرمن هرماناس، ما ادري ايش اسامي امهم البايخة، بس عاد مكسيك خلنا نتحملهم. وعشان نتماشى مع الجو خلنا نغير الملابس. اوكي، دي الملابس، اول ملابس كانت عندنا. اوكي، هذه الملابس المكسيكية، خلنا نجربها. اوكي، صرت مكسيكي. فخلنا نروح للمكان حقهم ذا، لاس، وين اسمه؟ ايوه هذا هو. يلا امشي. يا وطبعا تختيم ردد ذا، يعني ما ادري ايش دخل تختيم ردد، بس مو بتختيم ردد، الطريق ذي لل، يعني لما تروح المكان من مكان لمكان، يعني شيء كويس اللي هي ترافلينج، تشبه زي حق سكايرم من ناحية انك تضغط ستارت وكذا. ولا تقول لي يا الله القرية ذي لازم سلالم عشان تطلعها. ف تعالي يا حصان الزومبي، حصان الزومبي عيب انه يعني ما يسمع كلامك، يعني شوف انا اروح يمين هو يروح يسار، ف يضيع وقت، بس انه سريع وما يتعب. ولا اوه صح، في باب هنا، خرب من عند الباب. اوكي، وانزل سحب ام الحصان. اذا كان حصان اصلا، ان شكله غريب. اوه قفلت الباب. اوكي، وين وين بداية المرحلة اصلا؟ حرف الام وينه؟ اوه هذا هو حرف الام، خلنا نخش الباب من هنا. اوكي، ماذر سوبيريور، الام الخارقة. اي كي بوينو سينيور مارستون، هاو وندرفول تو سي يو الايف. اي ثينك ايف كليرد سيبولكرو. يور ا بريف سيرفنت اوف رايتشسنس. اي بين كولد ماني ثينجز ان ماي تايم بت نيفر ذات. والله لايق عليه ملابس مكسيكيه. شي اي دونت نو. She said she was in a holy order in Escalera. I'm sure I keep seeing her. Or someone like her. Maybe. But it is a common enough look. Seemed like a nice girl. She told me something interesting. What's that? She blamed this terrible curse on our soon-to-be president, Abraham Reyes. Perhaps you have heard of him. Heard of him? I know him well. I hope that vain, ambitious, and repugnant parasite is no friend of yours. Not exactly. I didn't think he was that bad. And who am I to judge? Forgive me. I have just heard many unpleasant stories and met too many pregnant and abandoned girls. Of course. But what has he done? She claimed he had angered an ancient goddess, disturbed a crypt, and a temple in her honor. I mean, as I say it, it sounds like heresy. Okay, في واحد اسمه إبراهام آرياز، مو إبراهام لينكولن، لا إبراهام آرياز، جايب أم العيد، إنسان فاسد. Less dogmatic than maybe I have been instructed. I am sure it is just folly. Perhaps. But maybe it's time I go pay El Presidente a visit anyway. ويقولون رئيس المكسيك، يعني هذا المكتوب تحت او مكتوب في اللي هو سبتايت اللي يظهر تحت. اوكي، كان الاحمر يعني معناه كلام مكسيكي، شو لا نحاول نترجم حتى. فيلا مشينا. او بعد ترافل تو اسكالارا اند فايند رياز، هو رياز هذا ابراهام رياز. اوه ايش الاغنية الطرب هذي؟ ايوه صحيح، امشي روح يا ملك. الله طرب، والله كذا تحمس. لو معي فورد اعطي امها شوط، يلا يجي شوط، روح مين يسار اطلني. جوي ها، لا من جد ايش الاغنية ذي شطحة. خلينا نشوف المكان بنروح لوين. واو والله انه بعيد، من جد بعيد. خلاص تدرون وشو
بنستمر بس لين تخلص الاغنيه حماس. طب استكنان ما ادري ايش اروح يسار وهي اصلا طريق سيده او يمين مو بيسار. هذا من زاد الفضاوه يعني حطيتها عقده. هذه عقده بالحصان يعني ما يعرفون. روح يا ملك في حصان خلنا طقطق عليه. اي ترى بطقطق عليك. كيف يقولون غازله جال. يا حقيق دن 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 و ما ادري ايش شطحه يعني اول مره اشوف اغنيه بين مراحل. روح ايوه من ناحيه الاحصنه يا ولد يقولون في حصان هنا هي اربع احصنه في يعني الاحصنه الخارقه هي اربع احصنه في الردد كلها يعني حصان اسمه وار اللي هو كان معي ناري اوكي في حصان اسمه بنتلز اللي هو القناة في المنطقه الثلجيه فوق الحصان ذا ميزته انه يعني من اقوى الاحصنه مو من اقوى الاحصنه يعني ها قوته والستامن حقته شويه قويه مو مره اما وفي حصان اسمه ديث الديث هذا برضو اقوى حصان في اللعبه يعني قوته والستامن حقته قويه يعني ما يموت ما يعني ما يتعب ما يموت ما يسوي اي شيء هذه وبما اننا قربنا ف وفي اي حصان الرابع اسمه يونيكور للي تابع ماي ليتل بوني بيعرفه يونيكورن يعني شيء كذا يطلع كيف قوس قزح قزح قوس قزح من ورا يعني اشياء خياليه يعني ما ادري ايش يحسون فيه بس يلا بما اننا وصلنا خلاص يعني هي هذه القريه اللي ابغاها ما ادري حصاني ذا زهق امي اطلع فوق اسكلارا او بعد الاغنيه راحت خلاص عشان قربنا يعني ابى اطلع فوق يا خرب اوكي يا درفت والله بغينا نطيح مع اللفه طيب كيف ندق الكعاب يعني تدرون وشو انا اقول ننزل احسن انزل مع السلالم يا حبيبي اديله دريفت ايوه ايوه تعرف انك لو مت بجيب في امك العيد اقول اوه طلقون علينا يا ولد ايش السالفه اوه لا طلقون على الزومبي اللي في المدينه وما ادري ليش في دروب في الفريمز يعني مزعج اهلي يعني في لاج شويه وعلى طاري على طاري لا على طاري اللاج شو اسمه شو اسمه تو كان معلق علي السوني يعني ما ادري ايش السالفه كل ما اخش السوني علق علي ويطفي وما ادري ايش وكذا ليه مسحت العاب الديمو اللي كانت عندي كان عندي العاب ديمو كثير فمسحتها وراحت التعليقه ما كنت اقدر اخش لا ردد ولا اي شيء بس كذا كنت اقدر افك السوني ويعلق علي واطفي مره ثانيه يعني انخرجت وحسيت جاتني اللمبه الحمراء ذي ما ادري اللمبه الصفراء وخلاص وصلنا A civilized man. A civilized man. Man, mo jadda khrata. Ya jadda ya khrata. Senora. خلنا نشوف عنده في تويتر. Donde is Abraham Reyes? والله ما شاء الله يعرف يسولف مكسيكي بعد حركات. حركات نطيل واجولة على قولة إبراهيم خليل. Reyes!
والله بيفجر راسك خوينا مارستون ذا. طلع لي شدقن. اما ذا ابراهام اللي رايحين قلنا خوينا ذا ومدري ايش. ترى بعطيك تشت. ها اوكي طق 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 العب. لا هذه يعني انا كنت اقدر اموته من طلقه واحده بس من الفضاوه يعني وكذا. ابى احسسكم بالمشاهد السينمائيه. It's okay. He's dead. Thank you, senor. Thank you, senor. Señorita. But I fear I won't. None of us will. We are all doomed because of him. Him? He wasn't a great guy, but I'm afraid you're giving him a little too much credit, my dear. Haven't I seen you before? No. He caused this with his greed and his lust for power. He heard an ancient myth and tested it. It caused all of these terrible things. يقول ان هو لسبب مشكله الزومبي شيء اثري عنده جربه وهكذا. I have a common enough face. I'm from here. He disturbed the royal burial grounds that lie underneath the town. He heard there was a mask hidden there that would make him invincible. I've heard this blamed on بترجع لكم صار بعد شوي. Jewish people, freed slaves, the federal government, immigrants, the bad weather, now this. What's wrong with people? It's true. Look in that chest. He has a sacred mask. That is where this plague came from. Him and his awful lust for power. اوكي هذا هو المسبب الزومبي والشغله. يقولون خوينا الجشع اللي هو تونا موتنا يعني نزل تحت مقبره من المقابر لانه سمع انه في قناع. القناع ذا موجود تحت. اوكي فلما نزل تحت المقبره الناس اللي تحت زعلوا اللي تحت الارض طبعا خرافات وما ادري ايش وكذا زعلوا قالوا ليش صحينا من النوم وكذا فهاجوا عليه. طبعا اشياء كلها خرافية. ايش الزومبي ذا الشاطح. خلنا نحول شدقن مو بشدقن مسدس. ايه هيدشوت طيب العب. طيب رحنا هنا يقول نروح نفس المكان بس تحت. وين خمس ريكت ذا. اوكي في واحد ثاني هناك لو تشوفونه يعني. اوكي يلا خلنا ننزل. الدحديرة ذي نموت ولا كيف؟ والله زين ما متنا يعني زين من جد. هذه نزلت تحت بالطريقة التقليدية. طيب وين؟ انا بس قاعد اسمع الكلام عشان اعرف وين المدخل. فا ايوه صحيح هذا خلاص بيموت لحاله عشان انه محترق. ف خلنا ندف الحصان الغبي حقنا ذا. اوكي هذا هو المدخل حقنا. اطلع يا الله يلبس تهبل ذي الحين. طيب وزة اوكي Return the mask to the altar. ما ادري وش الالتار هذا بالشكل. طق طق العب. امزح امشي يا حقير انفجر. خلني احوش شدقن عشان والله خايف. ظلام ظلام ظلام. اقول لكم تدرون وش برفع لكم البرايتنس شويه عشان تشوفون انتم بعي معي. وديسبلاي برايتنس شويه خلنا نرفعه وبس. خلنا نرجع سيفينج. يلا يا سيفينج ابى العب. اوكي اتمنى انه صار واضح يعني ما
مو بمعي يعني صار واضح معكم. هذا جت اللي وراه جت الحقير. اطلق والله اشكالهم غريبة الزبدة يا حقير موت. ايوه امسك تي باك تي باك بالشتقن يعني الشتقن يسوي تي باك. اوكي هذا واحد والثاني فينه؟ طق طق اطلق. ايوه ايش سالفتهم ذي الحين يعني بيجون ولا لا؟ بيبطلون ولا لا؟ طفشنا يعني. اوه شوف شوف السريع ذا. خلنا نموت مع الاثنين هذول. يلا كلهم تفقعت روسهم فا ايوه بالمره بالمره. خلنا ناخذ امو شيء عشان لا ناكل امها بعدين لان خلاص اظن الامو خلص. اوه ريبيتر امو كويس. طيب انا مو تيرنينج يا حقير. طيب اوكي طيب انا ما بسوي قفاب بس يا اخي باخذ لي امو. ايش نظام امكم؟ صبر خلنا ناخذ امو. قال قفاب قال والله مو بقفاب ولا شيء بس خلاص. طيب جاي جاي بس والله بموتك خلاص. ايوه زعج قول لي تعال تعال. اوكي طيب جاي خلنا الشق. اوكي احسب يطب علينا خمسة الحين يمين يسار ف خلنا نجهز. الله يقلعك وانت ايش قاعد تسوي؟ احنا قاعدين بالشغل اللي معاك غريبة ما هاجمها ترى. ايه ايه بدأت زع ايه شوف شوف اسمع صوت واحد ورايا ما ادري وينه هو. فخلنا بس ناخذ امو او شيء من تحت. تمهاك تمهاك خلنا نطلق على راسه نفقع راسه. انا قاعد اضيع امو كثير زبده. ما ادري ذي متاهه صح؟ والله اني خايف يا عيال والله هذه اخوف مرحله من جد لما تلعب ردد زومبي. والله من جد اخوف مرحله. انا ما قد جربت الخوف في الالعاب يعني ما قد جربت لعبه تخرش فهذه اول لعبه خرشنيشن من جد. اوكي هذا واحد هذا الثاني. اوكي روح. ايش ذا الشيء اللي طاح؟ طيب طيب هلا بالعيال. اسد نظام امكم بايخ نظامكم خرا. انزق يا زقيق وخر. اقول لكم تدرون وشو بستعمل هذه تشيوينج تباكو. يلا يوس واحد اثنين. هذه طبعا ترجع لك الديد اي كامله اللي هي سلو موشن هذه ترجع لك هي كامله ف نعمه عشان احلان انك بدي الحين. خلنا ناخذ لنا بس امو حركات ريبيتر امو دايناميت كويس. You can't be serious. Can a bad man have a good soul? Can a bad man have a good soul? خلنا نطلع الشعلة حقتنا ننور شوية. والله ما بتفيدنا الشعلة إذا طبحت في وجهنا. لا 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 فكونا فكونا. إيييي واحد. بس على راسه ذا حاليا. ما في أحد ورانا؟ خلاص حرام الآن بيخلص. بولت رايفل خلنا ناخذ لنا امو من عندنا من عنده. Our history can never be silenced.
طيب كان في واحد هنا موت، ابي افتش الجثة حقته هذه. يلا سيرش. هم جثثهم فاضية، ابي امو والله. احس بتواجه الحين مع وحش. اوخر عنه طبعا عشان السام هذا. حلو طبعا. بعد مفل هذه. والله قهر، والله قهر، والله قاعد تصير ذي الحين اشياء قهر من جد قهر. اوكي خلينا نفتش جثته نشوف ايش عنده. يلا فتش. الله يقلعك. ما عنده اي شيء. اوكي واحد طلع راسك انت هو. ايوه اطلق. صحيح. يا وصخ. ما عندي امو عشان كذا ما، وانا اقول ليش ما يبي يسوي ديد اي. اوكي تدرون اني احس اني اوف اوف. صار وصار تو. والله ما ادري صار جليتش الزبده. طيب طرت انا فجاه كذا وحركات وتمطيل وحجوله. ماسك الكلمه ذي يا شيخ عجبتني. اوكي فخلنا نعطيه سلومو عشان هيد شوت. اوكي في احد هنا جاي. شوف يطب علي احد من يسار بقفل السوني او من يمين، يعني يسار يمين. اوكي ايوه حي الله الشباب. حرب يا واحد. تدرون ان احس ان هذول الزومبي الاصليين يعني مو متحولين عن ادميين ولا شيء. اول زومبي طلع. هاي حقير يا حقير. ما عندي ديد اي. في احد هناك. هذا هو. انت واقف نسيه كذا حارك. ما عندي امو يعني ولا ايه؟ الله يقلعك. اوكي ما ابي اضيع الامو فعشان كذا قاعد استخدم اللي هي ديد اي. فا ديد اي تايم. وش هم فاضيين؟ ابي امو. اقلعكم. اندد ايرز. وش تسوي في ام هذا الحين الاذاني الزومبي؟ خلنا نمشي بشويش لان والله مره خايف. مره خايف. يخرب بيتك، يخرب بيتك، يخرب بيت امك بعد. خلنا نعطيك هيتشوت عشان تتادب. خشم شوت بعد لو تبي. عشق عشق عشق. عشان لا تقوم مرة ثانية. يا رب انه يكون معهم امو. فخلنا ندور. والله ما معهم اي امو. خلنا نمشي. اصبر بس خلنا نعبي الديد اي حقتنا. طيب ليش ما تبي تعبى؟ قاعد تعبى مرة بشويش وطيئة. شو الوصف؟ يا حقير انت هو. اوكي هذه طلقة مرة يعني غلط. خلنا
نجيب اثنين هيتشوت كذا سريع سريع. اوكي في واحد هناك، في واحد هناك، صدقوني في واحد هناك. او شوفون مدري مات ولا بس بقى، لا لا بقى عايش. فخلنا ناخذ لنا امو عبال ما يجي الشيء اللي هناك ده. شوف الوصف قاعد يجري. فخلنا نعشق، ناخذ امو ونعشق. يا الله ابي امو باي طريقه. كيف يا عيال؟ او بست الامو. يلا نعمل ايش لا. Time for my pound of flesh. Fear is all in the mind. أحس هذا هو خلاص المكان النهائي، لأن خلاص يعني دقيقة خلينا نشوف الماب وين بير. أوه ما يمديني أشوف جوا المبنى. أفا أحس أكيد مو بأحس ولا خلاص كاتسين. كاتسين كاتسين. استمتعت راحة نفسية يا شيخ. العب انت خذ راحتك، ما لي دخل، ما ابي ارجع العب والله خوف. اما والله نظام امكم بايخ. ايوه صح كده صح مره ثانيه. لا لا يا خرا يا خرا يا خرا، ما عندي امل يا خرا. انت هو خلني احاول بستل. يلا بستل بستل ليش لا. هيد شوت. ما ادري استخدم داينامايت، ما ادري احس بيكون سام شويه. اوكي بس فجرهم الاثنين. هذا مدرعم يا حقير موت يا خسيس الكلب. لقيت واحد من اخوياي. اوكي اوكي كم باقي واحد؟ انت ابو راس موت. ووو خلنا ناخذ لي امو بس، يا رب اني القى لي امو. اما والله نظام امكم حاره الزبده. يا شو 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 لا 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 والله ما لها داعي موت. هذا راس انفقعت بس المشكلة ما اقدر اروح له، ان لو رحت له ممكن اموت. فخلنا ندور. صحيح لا 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 راس انفقعت. بالله صبر صبر، مو كم ولا كم، بس خلني اخذ لي شويه امو عشان ايوه رايف الامو. اقول must do this now مع نفسك. خلني اخذ لي امو بعدين نتفاهم. واو يلا رجع الماسك. Oh, amigo. Andrea. Are you sure? Of course I'm sure. How do you know? My name is Io Teotl. And I am awesome. للي ذكرها. Io Teotl. لأن أم الساحبة. A horse is waiting for you. You should return home. لأن أم الساحبة سحبت علينا يا ولد الزبدة. أخ ما أحب السحبات يعني. أخ مفروض يعني يكون فيه شوية كرامة كذا ويقول ترى بسحب عليكم شيء يعني، مو فجأة كذا السلام عليكم ما عاد لقيناها. يلا عاد مو مشكلة
مع ان كنا بنشبكها، بس مو مشكلة، يلا راحت عليك يا جون مارستون. يلا عاد لا تفل امه. ايوه صح، هذا بيته ولا؟ اوه ذا بيته. تذكرون زوجته اول حلقه، زوجته وولده ومدري ايش، ينربطهم زين انه ما قتلهم. Yes, I mean, once that boy stopped trying to bite me, everything felt much better. I'm starving. الصحن حقه ما زال موجود، ما اكل الصحن. Me? I only felt better once that mad look left your eye. Please, Dad, don't leave me here alone with that woman again. Excuse me? I'll try not to, son. I've heard that before. Okay. Well, let me fix us something to eat. Please don't. We've had enough dramatics for one day. أظن كذا ختمنا Red Dead. A few months later. بعد عدة شهور. أظن ما أدري يعني. يمكن في شيء ثاني ختمه. ممكن. ها شوف شوف يا حقير. وذا السالفة؟ وات از السالفة؟ او جيم مارستون مات. اما والله شكله توه تبدأ اللعبة، لان هذه الصورة على الغلاف جيم مارستون اللي رجع زومبي مدري ايش، ما ادري يعني ايش صار هذا الحين. ما زلت المرحلة ذي مطولة، شكلي بقسمها جزئين. وصلنا 30 دقيقة ولسه ما خلصنا المرحلة. اوكي متحمسين للحلقة الجاية؟ لاني صرت زومبي. فيلا نشوفكم في الحلقة الجاية، انا مرة متحمس. يلا بروب يا باك شباب، كيف بالله تقفل الفيديو؟ هذا من جد طلعت نهاية Red Dead. طب انا السلسلة عجبتكم يعني؟ خلاص خلصنا Red Dead حنا، والحصان ايه والحصان المعنى ذي الحين ذا اسمه Death، وخلاص حنا تحولنا زومبي ومدري ايش وكذا. ليش تحولنا زومبي؟ خلاص الرجال مات فعليا يعني، عمره انتهى. بعدين زوجته وولده دفنوه بماء غريب، فالرجال رجع حي بس رجع في جسد واحد عايش، واحد زومبي بس بروح انسان. هذا المكتوب فيعني رجع عاقل، عرفت يعني يقدر يتحكم في نفسه شيء زي كذا، بس جسمه جسم زومبي زي ما تشوفون، حتى صياح صياح زومبي، ما يقدر يسولف ما يقدر يسوي اي شيء. فخلاص خلصنا Red Dead. اتمنى السلسله عجبتكم، اتمنى يعني كل مقطع نزلته من السلسله نال اعجابكم. وبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.